بكم في بشير شو. بشير شو. اهلا بكم في اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم بشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم بشير شو. اهلا بكم بشير شو. تفضل. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير تفضل. اهلا بكم في البشير شو. الاستراتيجي. اهلا بكم بشير شو. اهلا بكم البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم البشير شو. اهلا وسهلا بكم البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. العزيز تفضل. اهلا بكم في اهلا بكم البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. شكراً جزيلاً. قدم لكم جاهوش، واحد من عناصر الحماية مالت الجديد. هذا لأنه أكو تهديد أمني على الجمهورية وتهديد أمني علي شخصياً أنا، فلحمايتي وحماية الجمهورية بكاملها جبنا بادي جارد رقم واحد أحمد، بادي جارد رقم اثنين أحمد، وأنا أحمد، ثلاثة أحمد صرنا بهذا البرنامج. بس دولة بادي جاردية، وهنا هم جاهوش صار عندنا بادي جارد جديد. راح تقولي ليش تنين؟ أقول لك أكو أم التنانين، أنا أبو التنانين حبيبي، أبوه هنا أنا. تعال أحمد واحد، أخذ لي جاهوش. أركب 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 أركب. إيش 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 إسكوز حبيبي. يلا يلا راح يطلق لحم، راح يطلق البحر. طلي طي طلي. اسمع انطي هايشة، انطي هايشة، خلي يتغدى خطية. انطي هايشة. أقول لك أبا اذبح العلوة، اذبح العلوة كلها. أخوان هذا الأسبوع أني مرتاب ارتياب مريب بصراحة، ومستغرب ومستطرق وأطرق وأتطرق مع احتراماتي لجميع الطرق. خلال هالأسبوع ذكر اسمي أكثر مما العبادي قال البعض، أكثر مما حليم قال أطمئنه، أكثر مما شيخ علي قال خوش عيني زين عيني خوش عيني ها عيني خوش عيني زين عيني، أكثر مما نور ستارز نزلت فيديوهات عناوينها باؤوني سرقوني سرقوا أمي إني سرقوا أخوي ضربوني كسروا سيارتي بيتنا الجديد، أكثر من انذكر اسمي بهالاسبوع بطريقة مريبة أكثر مما رحمة رياض انغدرت بحياتها، أكثر مما سيف نبيل قال للمتسابقين بعراق آيدل أحسك مرتبك، أكثر مما أحمد المصلاوي يحب الدنيا من تفتر، أكثر مما بكر خالد ينزل فيديوهات بالغلط. شوي علقت هاني الكاميرا علقت وقلت هذا الكلمة أنا ما متقصد أحكيها بصراحة، أنا أعتذر. بهذا الأسبوع هواي انجبت بالطاري، واني لا بيها ولا عليها، قعدت الصبح بعد ليلة من الاستمتاع بملذات الحياة الدنيا الفانية، لقيت فرد كائن اسمه رستم محمود منزعج وطالع روحه ويشعر بالضجر، وكاتب له مقال كامل بالحرة علي اللي انجبت مسعود بالطاري. يقول بهذا المقال وأنا أقتبس: هذا البرنامج الحيوي المتميز بكل صفات الحس المرهف علي، كان يقول مرهف، أنا مرهف حبيبي الله والديك ممنون. ثم يكمل: وحيث تنتج تلك الذات الجمعية المجوفة ما يناظرها من ذوات فردية تماثل الذات الجمعية تجويفا واعتدادا أرعنا بالذات. احترم نفسك. أنا غلط عليك في اليوم هذا علي، ما يكون أرعن علي، من أرعن باوة باوة رستم 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 حبيبي. أنا إنسان جاهل طوباوي مغرق بالعدم والعبث والأنتلجنسية، وأحب أفتتح صباحي بالبيض والطماطم والديالكتيك اللي هو مشرب مالقحة، واللي افتهمته من كل هاي الهوسة مالتك هي كلمة أرعن، فأحب أقولك لا تغلط، غلط لا تغلط، أوكي؟ هذا من تتعارك ويا ويغلط عليك تبقى صافن. اذهب من هنا ايها الصفصطائي الدغمائي الفيمينولوجي السوسيولوجي المجوف. قول لي ابن القندر احسن، احس بالاهانه يا اخي، لو مستخدم اسلوب الولائيه بالافشار احسن. هذا ما تعرف شو تسوي هنا، يغلط عليك لو يعطيك عناوين مال كتب تقراهن شنو؟ رستم خل اتفق وياك اتفاقيه.
ليش ما تسوي مقالك هذا ابو 700 كلمه و 4000 حرف فيديو واني اضمن لك اجيب لك الفيديو مالتك إن انا واخلي شهرتك توازي شهره وتضارع شهره ابو الطيط تفتي. انا هنا انا ما ارد على مقالات، انا ارد على فيديوهات حبيبي، وهاك هاي اظافر اصطناعيه من عندي، اخاف الفيديو ما يعجب الزعيم مالتك. واحنا جامدين قوي 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 قوي. وفي اطار اللي يحكون عليها بطريقه مريبه صارت حملة الأخ من طرف الولائية أيضاً، وهاي كانت أغرب حملة لحد الآن بصراحة. في مساء الجمعة الماضية أطلق الولائيون على تويتر حملة شعواء لا تخلو من الهراء والبابابا ضد رئيس جمهورية البشير أحمد البشير. لله در رئيسنا أحمد البشير، ما الذي سيتحمله قلبه الرقيق الرهيف المجوف؟ ساعد الله فؤاده وهو يتعرض للهجمات التي تعكر عليه استمتاعه بالملذات الفاتية. من أقول لك صفق يلا صفق. أحسنت فليح أحسنت. قلت لك صفق ليش صفق يلا صفق. شوف دا أصفق لك بالمقلوب لكي تبقى الذكرى في القلوب. خلاص أنا صفق بس. طبعا منتظرين ارفع اصبع من هاي الايد. انا مؤدب واحيانا احب اللواقة. عاشت ايدكم جند المقاومه على هاي الحمله، تونسنا بيها هوايه والله. اخوان هاي حمله الولائي، هاي الحمله سووها الولائيين ضدي وضد الحلقه الفاتت. طبعا كانت حمله كلش قويه بصراحه، بحيث انا اعترف بجهودهم بالمناسبه، صعدوني ترند، دائما يصعدوني ترند، والله ما اعرف شلون اشكركم بصراحه. بس دي مشكله صغيره هاي الحمله، انه الحمله انطلقت ضد الحلقه قبل ما تنعرض الحلقه على دي دبليو قبل ما تنزل على اليوتيوب. فاللي صار انه هاي الحمله تحولت الى اعلان للحلقه، فانا اشكركم جدا، غباءكم جاي يضوجني بصراحه لدرجه اعلمكم شلون سقطوني. اكو فيديوهات الي حلوه اسجلكم اياها بالحمام وهاي الشغلات تفيدكم. المهم واخر جند المقاومه الفكاهيين، انا جبت بطاري هالاسبوع يا جماعه، اكثر مما ساعدون الساعد صاح علي، وحتى ساعدون هم جابني بطاري. شنو رسالتك لاحمد البشير؟ احمد البشير طلبنا الله علي استاذ احمد بنبدا علي 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 عايش نجا وعلي بعرف واقف بالصورة علي علي شلون يبوا علي الله حبيبي حبيبي ممنون ممنون تسلم ساعدوني يا ورد تسلم. ايه بعدني واقف تخيل بقى. بعدني واقف لأنه صورة بالشاشة ساعدون الصورة واقفة يعني مو علي ما لي علاقة صدق ساعدون حبي الصورة هي لحظة زمنية مقتنصة مجوفة خارج الزمكان وداخل الشق المزدوج في فيزياء الكم بين منظورين، وراح أنطيك 19 سنة تحاول تفتهم بها هاي الجملة اللي أنا حكيتها هسه وأنا هم مفتهم. رستم لاحظت أنا إيش قد قوي بالمصطلحات؟ أطارح وياك لغويا هسه وعبرك مشي إيش فيك تركب؟ رستم ركزوا لي إخوان، ساعدون ضايج مني لأن بقيت واقف داك. الله طرقنا علي 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 ساعدوني ايش فيك لاح وخر ساعدون الله علي 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 شلون يبوا علي الله. هسه اريدك تعوف لي ساعدون على الصفحه وتباوع لي على رجل القبيله اللي من يحكي ويا واحد تحسه راح يطيح اللقاء جوا البساط. اريدك تدحج لي علي من سأل المقدم هذا السؤال. شنو رايك ببرنامج احمد البشير؟ والله الى متابعينه الى صدى زين، اكو ناس تقبل علي اكو ناس ما تقبل علي، بس هو يعني برنامج يقدمه. شلون هسه انت جاي تقدم برنامج الى متابعين ولا قضادي؟ نعم حبيبي والله يعني ما شاء الله صلوات على محمد. شفت بهالمناسبه احمد وقف هناك عينكم 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 يمنى يسر وقف هناك عينك انتبه احتمال اكو باليستي يريد يضربنا هسه. حبيبي بغض النظر عن الكاشية اللي مسويها محبس وجايب صولجان عدة تقلدني، انت وين؟ انت وين حبيبي؟ هذا الصوت منين دا يطلع؟ انا دا اشوف كنتور مال هدوم مخربط وطالع من عنده وجه. ايدك الثانية جوا العباية ايش لازم بيها بالضبط؟ تريدون اقول لكم ايش دا يسوي بيد اليسرى؟ احكي اقول بقى انا مالي علاقه، انا راح اغمض، اريد اغمض وياي خليه يتفضل يلا 3 2 1
لا تحك زرك جوا العباية، هيجي راح تفهم غلط. وليش أثناء العملية تباوع على سعدون؟ أجيبك هالساعة ليش؟ سعدون ليش مدنق ومستحي؟ من تطلع لقاء هاي الحركات أجيلها للبيت، أو طق لك سفحة ولا هيدك يا أخي وعوف ال. وأنت سعدون قم أخر مني ما قم. جاب لك شبهة باكر الطب القطع 55 بقهوة حمص تلقاهم قاصين هذا المقطع ويسولفون بي. شباب شباب المدينة تحياتي لكم، بوسات أحبكم، اطمئنوا اطمئنوا، دير بالك على سعدون اطمئنوا. وبالمناسبة هاي الحركة الشائعة مال لعب بالغراض أمام الملأ أريد أعرب عن قلقي تجاهها بصراحة. يجي لك يجيك إنسان بفانيلة بها نزيز مال عنبة من هنا، وأكو طقعة صغيرونة مال مرق بانية فوق الصرة هنا، وعلى يمنه أكو زرف معتق، بس هو مو زرف، هو صاير شق شعواك نفق صاير فوق الكلية اليمين بالضبط، وجو الحنش بالضبط أكو حباية مال رقي مكلبة من إيقاف إطلاق النار بين العراق وإيران هنا موجودة تحت مخضرة وطالع رقي منك وده يسولف وياك إيه خالو يا خالو بالله فد بطل سفن بالله ومحصورين شوية تريوعة وعندي تريوعة فد بطل سفن عيب هاي الحركة عيب ابني عيب تلقاه واقف بالركن قدام العالم ويمارس عملية رفع التاير شبيه واخر ايدك العب موبايلك كرس حب طير طيور جيب سبينر فرفر بي لهي ايدك بأي شيء وعوف المثل العراقي اللي يقول ما عنده شغل روح تبنى مفلاخ او تبنى بزون بعدين تعال تفتهم هذا هذا جواب رجل القبيلة شو شنو هذا شو ايش سأله ايش جاوب شو راحت السالفة بالله عيد الفيديو ايش قال شنو عليه شنو والله إلى متابعينه إلى صلاة زين اكو ناس تقبل علي اكو ناس ما تقبل علي بس هو يعني برنامج يقدمه شلون هسه انت جاي تقدم برنامج إلك متابعين ولا قضادي نعم شنو هسه شفت تايم ثاني وين الجواب ما اعرف برنامج بيه مشاهدين وما بيه مشاهدين وناس يعني شنو جديد قلتهم بديهيات برنامج وعنده جمهور ايش عندي عملاء فدراليين اني ابيع برمزات قاعد هنا برنامج شوف هاي من يسألك على البشير شو تريد تقول والله أحبه ومتابع بس تتذكر أنت بالعراق ورب الله دار مدارك وحيدوري أبو السرايا لازم لك المكينة وأقف لك بالركن هل أراويكم إحنا شلون شفنا هذا الجواب مالته بابا شنو رأيك ببرنامج أحمد البشير خرب أريد أقول أحب أحمد البشير أريد أقول أحب البشير شو أريد أقول خوش برنامج خل أقول بس لحظة أنا بالعراق يعني راح يسمعني الخال ويسمعوني رب الله ويسمعوني اللي زينون الناس صفر لا 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 بطلت والله إلى متابعينه إلى صداع أكو ناس تقبل علي أكو ناس ما تقبل علي بس هو يعني برنامج يقدم شلون هسه أنت جاي تقدم برنامج إلى متابعين ولا قضادي نعم أو هذا الجواب الجواب من يسألك على البشير شو تريد تحكي علي بس تتذكر اللي ندقوا بي إيش صار فيهم هنا هيك شنو رأيك ببرنامج أحمد البشير خرب أريد أحكي على البشير شو أريد أغلط على أحمد البشير خل أغلط بس لحظة لا 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 بطلت والله إلى متابعينه إلى صداع أكو ناس تقبل علي أكو ناس ما تقبل علي بس هو يعني برنامج يقدمه شلون هسه أنت جاي تقدم برنامج إلك متابعين ولا قضادي نعم أحسنت فليح صفق صفق وصفق لك بالمقلوب لكي تبقى بين الناس محبوب بهذا الأسبوع أنا انجابيت بي بالطاري هواية واكتشفت عندي محبين وأنصار ومبايعين من كافة طبقات المجتمع رسالة إلى رئيس جمهورية البشير السيد أحمد البشير السيادة دولتك بس القيادة تلوق وتشرف إذا قالوا بشيري بايعناك رئيس مو كلام لسان من بايعتك اطمن ضميري اللي كرهك يا رئيس قل له أسمر قال عوف أحمد نهاك العب ببه بعيني أصفق لك أصفق 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 لك بالمقلوب لكي تبقى شاعرا يأسر القلوب أصرفوا لنا الهدايا أحسنت تعال أحسنت أنا جبت لك مجموعة من الهدايا مرتبة يعني راح تغير مستقبلك وحياتك تعال جيب هذا خرطوم مال مي مال مغسلة جميل جدا يطلع صوت وهاي حلو
عندك هذه هنا مال مساج جيش تلزمها وتسوي هيك رقبتك حال من تتوتر تكتب شعر وما تقدر تكتب شعر وهاي. هذا حرف الاي حرفي اني حتى تظل دائما كل ما تشوفه تتذكرني. هذا حرف الاي. عندك هنا سشوار مال الشعر لانه ما شاء الله شعرك مرتب فاكيد راح يجيك سشوار جديد جديد مو هذا طبعا يجيك جديد. جوزه عمره 13 امبير حتى يعني في حال انه بالمستقبل ان شاء الله يفتحها بوجهك تسحب 13 امبير. عندك هذه هنا حرف اي اهم حرفي هذا شنو تخليه بالكتاب هيك الزم ورقه تعرف انت وين واصل بالكتاب حتى تظل تقرا اهم امي واصلك ونظاره برزاتي هاي نظاره اصليه وغاليه وراح يوصل لنا كل باذن من هدايا زين. تعال حب رجل القبيلة تعال أعطي لي هذا الشاعر أعطي هذا الشاعر صرة من النقود أو أي صرة تجي بإيدك وعوف الزناد هذا يسموه لعب مريب تحت الحزام اللي تسويه. وبذكر الارتياب في هذا الأسبوع أكو خطوة كلش مريبة ممكن تطبق وإذا طبقت كل شيء راح يلاص بالعراق بصراحة يا ولد. تعال أحمد واحد أخذ ذن غرض ودي هي الولد. الطريقة الغريبة والمثيرة للجدل المتمثلة في المسحة الشرجية إلى الوسائل الأخرى للكشف عن فيروس كورونا بدأوا باستخدام المسحة الشرجية. مش عارف أقولها ولا لأ والله يعني من منطقة المنطقة السفلى مسحة لا حياء في العلم مسحة شرجية. التلفزيون الصيني الرسمي ذكر أنه المسؤولين هم أول من أجروا مسحات شرجية لمواطنيهم خصوصا كمان المعلومات اللي سمعناها صعبة قوي بيقول لك انه المسحة اللي بتعملها الصين بسلك طوله 5 سنتي اقول لهم لا بقى كده كتير كده اوفر يا صين كده اوفر يعني احنا نتمنى انه ينقلون هاي التجربة الصينية للعراق واول من يسوي هاي المسحة مثلهم اتمنى روحك يا رجل روح اتمنى روحك انا شالي انا بالنسبة لي ما اتمنى واحد ينقل هاي التجربة للعراق ما 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 اخوان كل من يحارب شرجي احنا اصلا اي شيء شرجي ماذينا بالعراق يضرب الهواء الشرجي فتشين اوج اللي يروح السيد يضربه ابن عال الله يستعدل باب الشرجي تعصبي بالازدحام والمسحه الشرجيه الصينيه النوب هي الاتفاقيه الصينيه اللي ما لها دخل لا من قريب ولا من بعيد بالشقتنا النوب المسحه الصينيه اللي لها علاقتها بعمق الطين شخصيا 5 سنتيم اخوان 5 اخوان هذا ال 5 سنتيم 5 سنتيم 5 هو هذا اللي انا تنبيت فيه قبل 3 اسابيع سبحان الله والله قلبي علمني ما ادري ما ادري شنو علمني مو قلبي والله ما اعرف فتشي علمني انه راح يصير فتشي طلع الفيديو شنو الغرض دارت هي فمضليت منازل ملابسي فطلعت العضو ذكري عضو ذكري ابو الحزام وطلعت صوت مال جلد وحبال وعصاره وكفوف مال العمليات كفوف بيضاء فاني عرفت راسا ايش عرفت حبيبي ايش عرفت اخويا ايش عرفت ادوات فحص مال كورونا ايش عرفت شو اسمه اللي بيحزام بده تسوي لك مسحه حتى تتاكد انه انت سالب يا اخي خرب عرضي يا اخي خرب يومي ايش قد افتهم خرب ايش قد انا شقاقي ونبه وفطين يا اخي العراق خلي عزل انا الزمكم يا حبي انا الزمكم انا اردفتهم الصين قافله الا شقتنا حرفيا يلا تعوفنا انا بالقوه بتحمل مسحه الخشم اللي توصل لدماغك من يفوتوها النوب النوب او او بعد ماكو مسكاره خلاص خير تروح تسوي مسحه تلقى واحد فضل حبي تريد مسحه تنح لعيوني انت تنح ماريد بطلت انا اموت خلاص اموت كورونا انا ما قابل انا وياها مسحة شرجية ماريد ما اريد اتخيل البروسس اخوان انه بكل 3 ايام تنتهي المفعول لازم ايو وانا اقول ليش طش هذا الخبر قبل مش كم يوم الان وانا اخبرك لدينا عدد من النواب مصابين من اصل 329 برلمان عندنا تقريبا 70 واحد انصاب وانا واحد منهم طبعا الحمد لله شفاء شفاء ان شاء الله الحمد لله اصابتي بمرض كورونا حقيقه انفي هذا الخبر نفي قاطع
نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب قاطع الركابي ما تردد من أنباء حول إصابة زعيم ائتلاف دولة القانون الأمين العام لحزب الدعوة نور المالكي بسلك طوله 5 سم. يعني هو الأستاذ من دشداشته مبين ممسوح، يعني دشداشته تشير على أنه بده يصور بالبيت، فممسوح زين جيد. ونور المالكي هم ممسوح. أنا بس أتخيل مسحة الشرجية من الطب للعراق وتبدي بالسياسيين، تأخذ المسحة وتروح على كريم عليه وتجاوب شصوينك، يقول لك أحترم نفسك، لك أحترم نفسك، تروح تعوفة تروح الكاظم الصيادي المسحة تقول لك أحترم نفسك، لك أحترم نفسك، تعوفهم تأخذ المسحة تروح لأبو ميزن. أي أي شنو هاي مسحة؟ شو بالله بعد؟ داريني بالمسحة تريد بعد وحدة، والله المسحة تلوك بس إن أي ورا أبو ميزن يجي دور عمار الحكيم. الطب المسحة تقوم تهوش. اشتغل السيد راسل قبل اشتغل. إن المسحة الصينية الغريبة هي مسحة ذات طابع مريب، وسوف نعمل على إنشاء المسحة العراقية العريضة، ومن سوف ثوف ندخل له المسحة راح نحكي وياه معلق. والعمار وبميزون يسوون مسحة الخميس، عبالكم راح أقلد خميس وأقولكم نو بيكتشر مي وما أدري إيش طب المسحة ونو بيكتشرز ما أدري، لا لا راح يدفع فلوس وما يسووها ويأخذ فوق البيع وزارة التجارة حماد. وراها يروحون يسوون مسحة للخال بعد ما يرجعون الخال لزهم يسوون مسحات ويصورون. هيبة الحلبوسي ومثنى السامراء تلاحظون كل شيء شابهون مثل ما تلاحظون عزيزي المشاهدين انهم جدا واحد تحير بيناتهم. هذول الاثنين بمن يحطون المسحة بيهم اضيع المسحة، لازم يشدوها بسنارة. أنا بخطية الناس إذا صارت المسحة الشرجية تلقاهم ملثمين ولابسين مناظر وطلعين من الصبح. أخوي تسليب شو الموضوع؟ شدك اليوم؟ لا والله رايح دا أسوي مسحة بشرفك، لا تقول لحد. والله سالفة طايح حظها يا والله. هسه احنا ناقصنا ضحك على الذقون بهالوضع التافل علينا وداير وجهه ورايح. عشان الأحداث المريبة هاي، وما دام بعدني بالأحداث المريبة والريبة فخلي أسولف لكم إيش صار خلال الأسبوعين اللي فاتت بموضوع البنك المركزي اللي سوينا حلقة عليه. وراء الحلقة اللي سويناها على البنك المركزي سالفة اللاصط والسيد غرد وطالب بمحاسبة البنك المركزي، وهذا اللي صار. قدمت اللجنة المالية النيابية طلبا رسميا لرئاسة مجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب. وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان إن محافظ البنك ارتكب خطأ كبيرا بشأن المصارف ومزاد العملة وسيتم استجوابه على هذا الأساس. حارب حار طقه وطيح. ما السيد غرد منه، البرلمان قال للمحافظ البنك المركزي تعال لك تعال عندك عطوة 3 أيام على الكلال ما تقدم اقعد. وفعلا محافظ البنك المركزي قرر يروح البرلمان على مود الاستجواب. بس النواب ومن ضمنهم نواب سائرون التابعين للسيد اللي غرد على مود المحافظ ما اجوا لجلسة الاستجواب اللي طالب بها السيد. لم يكتمل النصاب ولم يأتي السيد محافظ البنك المركزي إلى بناية مجلس النواب. أخفق البرلمان في عقد جلسة استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف. الكتل السنية جماعة الحلبوسي بالكامل لم يحضروا. النائب كاظم الصيادي قالها صراحة أن سائرون وتحالف الفتح هما وراء كسر النصاب وإفشال الاستجواب. أنتم الأخوة في كتلة سائرون يوم عطلتم مجلس النواب اليوم. الأخوة في سائرون لم يدخلوا، هذا دليل مؤشر على أنهم هم يريدون عدم استجواب محافظ البنك المركزي. سيد مقتدى أعتقد عنده تغريدة في عكس محافظ البنك المركزي وطلب منكم، ليش عطلت الاستجواب يا أخي اليوم؟ أنتم عطلتوا سائرون الاستجواب. والله هي واحدة من الاثنين، لو سائرون ما يسمعون كلام السيد، لو السيد ناصب علينا ينزل تغريدة على محافظ البنك المركزي من يجون يريدون يستجوبوا البرلمان، سائرون مال السيد تكسر النصاب وتطفر ويفشل الاستجواب. واني بصراحة اعتقد السبب الاول، سائرون هالايام صايرون ما يخافون من السيد، يقولهم استجوبوا المحافظ وهم يكسرون النصاب. يا أخي ما أتوقعت هيك والله، حتى سائرون قاموا ما يحترمون كلام السيد وتغريداته. لا 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 عيب والله، والله عيب والله.
أنا بالبرنامج هنا إذا قلت له اليمن سوي له طف وما سوالي أطقه بقصقوصة ورا ثانيتين أشلف أشق أشق يرجفون مني بالبرنامج رجف الكلمة هيك قبل ما عجيت تنفذ. هاك هاك با با هاي مثال يمان سوي لي طف حبي. سوي لي طف حبي طف وحدة طف سوي طف وحدة يمان سوي طف لك وحدة هاك شوف ما سوى. لا بس السيد كبر والله نعم السيد قام ما يخوف. شلون الرجال الشايب من يبقى يعطي تعليمات بالبيت يقول له ايه ويعوفوا الخاطر كبرته ناس فلتت. لا بقى احترام للكبير لا بقى عطف على الصغير. السيد رايح مشتري موبايل ومسوي نت ومسوي بوتات يسوي له لايك لاني غار من نور ستارز وشابع تعليقات غير لائقه وبعدين سائرون ما يسمعون كلامه. وقت وقت كان يقول وقحه قام يتوقحون عليه. يا با يا اخي والله والله دنيا دنيا والله وقت اللي كان يقول جهله ويرزل يوميه نازع العبايه مالته وطالع قام يحكي وما حد يسمعه. لا كبر السيد كبر السيد والله وين قبول حتى حليم قال عليه سيد الحليب سيد سيد المقاومه. معقوله ترى انت 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 ما قام يخوف. لا حرامات والله حرامات حرامات والله. أو ممكن 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 هو السيد ناصب علينا لأنه سائرون كسروا النصاب وهو غلس لا غرد لا رزلهم لا جرذانهم لا طقهم بقصقوصة لا جمعهم بغرفة وقف يباوع عليهم هيك لا سوالهم هاي الحركة مال والله شنو عود ما أدري والله ملتهي بالعبادة والبليارد والصلاة وهالأشياء ما أدري سائرون وحدهم طلعوا بالغلط جزء احتمال علق البرلمان وطلعوا يسائرون وبالغلط صارت بكر هلا اطمئن فطيران هنا حبيبي ورب سالم من الفطر يسأل وين كانوا السائرون والفتح وبقية اللمة البرلمانية من كسرى والنصاب. السادة والسيدات من النواب مو ما موجودين بالمجلس بل هنالك تصميم ويعني كأنما مسرحية منظمة يجول الخط الأول من الكتل السياسية والبقية النواب بالكافتيريا في سبيل أن لا يمضي على الأقل ما يصير نصاب حتى تتحقق الجلسة. البرلمان استجواب محافظ البنك المركزي بشرك ما طبوا 10 منهم بالكرم السامع بالحمامات ضالين ينتظرون على مدة الجلسة يأجلوها. يا أخي هذا برلمان حبي هم من خلصوها بالكافتيريا وين لازم يروح الإنسان ورا الكافتيريا يعني بشكل طبيعي لو يتمشى بالحديقة حتى يحرق كالوريز لو روح تعال ورا الكافتيريا تلقاهم بالحمامات إذا يأكلون بثلاثين مليار مدري مليار مليار ما زين كان استجوبوا المحافظ بالمرافقات ما دام السالفة كلها طلعت كلام خير. المهم أن أعلس الموضوع مع محافظ البنك المركزي بالطريقة اللي شفتوها مع هذه الحلوة أعزائي المتابعين. بس أنا بدي أعرف ليش هذا المحافظ موضوع يلفه الغموض ما دافتهم. فبحلقة من الحلقات القادمة راح نعرف أكثر بهاي التفاصيل وأنا أعرف هواية أشياء أكو وعدتكم بيها وأسولف عليها بس والله ما ناسيها ثق ما ناسيها دا تصير أحداث يومية مهمة ما تقدر نعبرها فجايلهن دين المواضيع كلهن هن والبلاي والجواز وعد البلاي والجواز حلقة الجاية تنحل من الشهر بعد وإذا أزينة كذب ما زينة حتى لو هذا أكثر رئيس كيف. أما هسه فعندي وياكم سالفة مريبة بصراحة. بلاسخارت في بيت المرشد. بلاسخارت تشعل غضبا عراقيا ماذا تفعل في طهران؟ هل تنجح الخالة في ضبط إيقاع الجارة؟ بلاسخارت في طهران والانتخابات في العراق. بعد بعد مور 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 ليتل بيت مور خلاص اقدم لكم ماريانا مساعدتي الشخصيه وكرئيس جمهوريه فاني حريص على الشعب واحب اشتغل حتى باوقات المتعه والاستجمام ما انه انا رئيس فكل وقتي تقريبا احكي بالسياسه حتى لما اريد اصفف شعري مثل ما تلاحظون الان يا أخي أنا شقاقي وين ما أقعد أنطي حكم وأمثال عالمية وستوريات واتساب حزينة. فاللي لفت انتباهي
بس قبل ما لفت انتباهي صفق 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 لي. اللي لفت انتباهي وخلاني احكي بهذا الموضوع في هذا الوقت المهم، قبل ايام صار اجتماع بين علي اكبر ولايتي ومستشار خامنئي والخاله جنان، وكانت نزاهة واستقلالية الانتخابات العراقية من التدخل الأجنبي هي موضوع الاجتماع. يعني أجانب ويناقشون طريقة عدم تدخل الأجانب بالانتخابات العراقية. المعروف في عالم السرسرة والانحراف هناك مفهوم اجتماعي يسمى الاستقعاد، اللي هو باختصار شديد أي واحد يصرف على واحد راح يتحكم بزمام حياته وتصرفاته، يعني يستقعده لأنه دا يصرف عليه. الطبة طلع النوم والقعدة ويا من يحكي ويا من يطلع، هاي كلها تتم بموافقة المستقعد أبو الفلوس. أكو عقد رسمي بين الاثنين بهذا الموضوع، هذا يصرف هذا يداريخ مستوى يسمع الكلام. وبعملية سرسرة بسيطة للمفهوم، العراق من سنوات طويلة هو اللي دا يصرف على النظام الإيراني، عملة صعبة ونفط ومنافذ تهريب وسوق تصريف استهلاكي وتجارة وغسيل أموال، كل هاي والنظام الإيراني عينه صلفة أو ما يطلق عليه اصطلاحا على هذا الصرف. المفروض العراق يشتري سيارة ملكة أو رأس الثور ومطراش 45 أسود ودشداشة سمائي ويتربع بمجلس شورى الدولة الإيراني ويقولهم لا لا غيروا لي المرشد اللي حيته طويلة ما حبيتها. لا هاي شنو رئيس مجمع تشخيص النظام ما يحب السيفود؟ لا بدلوه ما أحب. I don't like مجلس النواب باكر كلهم أريدهم لابسين رباط أحمر ما حبيتهم، ما حبيت الأزرق عليهم ما حلو، أنا القميص اللي أخي مو كلش، هاي شنو السيادة ما حد يحافظ عليه، أريد 46 فصيل مسلح يحمون السيادة الإيرانية ويقصون الأذان ويدوسون على رأس روحاني بالقنادر وكل القادة الإيرانيين الباقين. أنا أبو المال حبيبي، أنا اللي أصرف. بس كل هذا دا يصير من سنوات بالمقلوب، واللي ينصرف عليه إيران صار هو يتحكم باللي يصرف العراق. وفوق كل هذا العراق كموقع ومكانه المفترض هو أقوى. ليش أقوى حبيبي؟ take it up please. خلص أنا خلص شعري little bit up. thank you Mariana. ليش أقوى حبيبي؟ اقتصادياً العراق أقوى لأنه إحنا ما علينا حصار ولا عقوبات، وكل البنوك تتعامل ويانا ونبيع النفط لأي واحد رسمياً قدام الكل، ولما نوقع بمصيبة الدول تقرضنا فلوس وتوقف ويانا ونستورد من الدول كلها، وماكو دولة عندها مشكلة إذا صدرنا لهم شيء، ماكو مشكلة. دبلوماسياً العراق أقوى لأنه إحنا ما عندنا مشكلة ويا أي دولة بالعالم، وما داخلين بحالة حرب وياهم ولا مهددين أي دولة بالعالم، وما عندنا علاقات متوترة بشكل رسمي ويا أي دولة بالعالم بشكل رسمي، وعندنا تمثيل دبلوماسي عالمي، ولما يروح وفد حكومة عراقي يستقبل بكل احترام، وهواية دول يتمنون يستثمرون عندنا ويشتغلون ويزورون ويجون سياحة وكل شيء. وإحنا المفروض عسكرياً أقوى. تقول ليش عسكرياً أقوى؟ لأنه أنت حبي وياك حلف الناتو، أنت وياك التحالف الدولي حبي، حبي اللي يندق بيك كعراقي، العراق اللي يندق بي من الدول العالم يصمت أبو أبو، تصير عليه وليامات دول. البي 52 تجي ترسم لك بالسماء هابي بيرثدي تو يو. فبهاي الحالة حبيبي من المفروض يتحكم بمنو؟ ثانك يو ماريانا. ماريانا خليش ويانا ورا الفاصل، خليكم ويانا. أقول لك شغلة واحدة حمد البشير، أنت إنسان ساقط، والصراحة أنا أحب الإنسان الساقط مثلني، فعليه نحن كلنا ساقطون. توكل الله غير. حبيبي حبيبي أشكرك أشكرك ممنون أشكرك الله ما أعرف شو ثاني أشكرك أضربك بالعود شيء والله ما أعرف صراحة يعني ما أشكرك حبيبي وردة وردة الله طيح ما نشغل لك أصلاً. اهلا بكم مره اخرى. بذكر الارتياب بنو يانا بذكر الارتياب انا ما مرتاب حاليا ولا احس اكو شيء غلط. اكو بذكر الارتياب اكو دهاليز مظلمه ومريبه بالعراق ما حد جاي يسلط الضوء عليها، واحنا كبرنامج مال اضاءه وكهربائيات قررنا نسلط عليه الضوء. هذا المكان المظلم هو السجون بالعراق، السجون بالعراق. ورجاء
هاي أماكن يفترض أنها تكون يعني هي المؤسسات إصلاحية، يعني يدخل لها الإنسان تفكيره وسخ، يفتهم كلمة راح أطلعه وراح أدخله بطريقة خطأ، ينصلح جوه، يطلع تفكيره نظيف ويفتهمها مثل ما هي وصالح للاندماج بالمجتمع ويرجع يعيش إنسان طبيعي. هو هذا السجن وظيفته الأساسية من سووه هي عقابية إصلاحية، يدخلون الناس يعزلوهم عن الحياة في مكان واحد، يصلحون بين الناس الغلطانين ويطلعون مرة أخرى ويمارسون حياتهم الطبيعية ويعيشون. يعني ما أريد أشوف قلة أدب وارتياب بهذا الملف. يلا نبدي. اللي دا يصير داخل السجون هو الآتي. إحنا اليوم إذا كارثة ست العزيز أخت العزيزة أنا ما أقدر أتكلم بيها، خاف على الإعلام وهم يحسبوها علي. اليوم الشباب قاعد تنباع بالسجن، الأحداث قاعد يبيعونهم بأسعار وأسعار مرعبة، يوصل سعر ب10,000 و15,000 و5,000 و7,000 دولار. يبيعون السجين الحدث، يبيعوه. تعرفين شنو يبيعوه أختي؟ لا والله ما حد يعرف شنو. يعني أوقف حبي في دقيقة نفتح شنو يبيعون الشباب بالسجن. دقيقة، ترى دازيهم لمؤسسة إصلاحية، مو مرجعيهم بالزمن للجاهلية وسوق النخاسة وتجارة الرقيق. منو هذا اللي يدفع 15,000 دولار حتى يشتري شاب دقيق؟ ما افتهماني. وافرض انت طالع برمضان فاطر وشالوك الشرطه لانهم ممنوع انه انت تفطر برمضان، وتعاركت وياهم الطوب، تلقى الضابط جاي ياكل لازم بيده فخذ مال دجاج. ليش فاطر؟ ما تستحي لك؟ ليش فاطر ولك؟ ويبوك بالسجن. فجاه تلقى روحك بجام خانه واكو ناس تتعامل عليك، هذا بيش هذا؟ والله ب 15,000 دولار، لا لا لا، هواي هواي هواي، تبيعها ب8 والله علينا بتسعة، وبعدها شاب جديد محرك خير من الله، والله دكشن عالي ما شاء الله، شوف مال دكتورة هاي نظارتها بتشك ما شباب، شاب والله شاب جديد ما ماشي من البيت للعيادة، من العيادة للبيت. هذا الحكي تصافن، ما تعرف ايش دا يصير. لحظة اخوان، انا بشر دقيقة، انا مو ألن ترى الشكل المقدس، اهدى. طبعا حتسألني ليش شنو فيلم الشباب ينباعون بالسجون؟ يعني اجاوبك، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الحلو ينباع بدفتر، الحلو ينباع ب50 ورقه، الحلو ينباع ب30 ورقه. هاي باي سجون تحديدا شيخ صباح؟ بكل السجون، بكل السجون بدون استثناء الحلو ينباع بدفتر. من يتحول للمركزي الشاب بالحلو يوصل سعره الى دفتر. اذا الحلو بالسجن سعره دفتر، بكر خالد برا السجن بيش يسوي اعلان؟ غبيين قوي 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 أوي أوي. بالغلط بالغلط، أنا التعليق هذا قال بالغلط، تعرفون أخلاقي طبعاً، يعني ما يحتاج تعرفون أخلاق. شباب هذا التعليق اللي قلته بالغلط، فأنا أخلاقي ما تقول هذه التعليقات. أنا عرفت هاي الحلقة مرات عدي على خير، أنا والله والله جيت مرتاب. كل مكان بالكوكب إذا أنت مكنص تنولد حلو وسيم، يعني شلون أنا هسه يعني أنا نولدت وسيم طبعاً، أنا إذا استثنين أول 29 سنة من حياتي. فتروح يعني اللي مثلي حلوين مثلي نروح نشتغل موديل، فنجيب دق فلوس، فنروح تروح تمثل صورتك تترس كناتير البنات تشبع تعليقات جعلني القميص. تريد تتعين يطوك الأولوية لأنه حاطين شرط حسن المظهر، تقعد ايش كل شيء ما تسوي لا شغل ولا عمل، بس تنشر صورك تشبع منشنات واوي في ديتا في ديتا واحط عليه كاكا واكله، تخلص حياتك متونس. الا اذا بالعراق او الدول المشابهه هاي النعمه نفسها تصير لعنه. شلون تصير لعنه حبيبي؟ يعني خليه ولا انت تعرفون ليش. تعيش ورطة بحياتك من طفولتك لحد ما تلعب نفسك، حتى مرات من تروح للحلاق كل شوية يحط الشسم على ايدك. وهاي نصيحة لكل شاب بعد قليل خبرة بالحياة، شوف حبي، إذا رحت للحلاق ولقيت كافر دانه ولابس قميص مقفل وعنده شوارب ومخلي كلينس عليه أخي أنانا وكل شوية يتقرب من يدة الكرسي بطريقة غريبة، فنزل ايدك جوا اليدة مع الكرسي. يعني أنا علي أنصحك وأحذرك، تعال هالكاميرا حتى ابغى ايش تقعد، هيك تقعد انت جوا حلاق ايش تقعد بالضبط، وتحاول قدر الامكان تفوت ايدك جوا هيك ايش قد ما تقدر، ويفضل هيك، واذا تقدر تحط ايدك بلا معاه فوتها، يعني هنا داخل يم القلب. هسه بعيد عن الحلاق ويدة الكرسي، احنا قدام موضوع خطير ومدات شاقة، خطير والله. دول يجون شباب صغار، يدخلون الشباب متعمدين مدراء الاقسام، يطببونهم يم قاعات مال وحوش، القاعة هاي مال الوحوش، يظلون يزاودون على ذول الشباب. تبيع لي اياه لو انا اشتري منك، يوصل سعر الشاب الحلو دفتر.
$10,000 يوصل سعره، ويوصل $5,000 ويوصل $8,000، وعندي اسماء اطيع للحكومه العراقيه باشر ويرحون يفحصونهم، يرحون يسالون، يرحون يحققون، يشوفون كم واحد مضروب بسكينه، وكم واحد مضروب موس، وكم واحد معذب، وكم واحد مغتصب. ناس مجرمين محكوم 40 و50 سنه ومؤبدات، هذول معروفين. دولة شو يسوون؟ دولة يشترون هاي الأطفال. اللي يرضى يرضى، والما يرضى أجلك الله باليلي يغتصبوه، من توصل مرحلة للموت ينقلون المستشفى. هاي يصير عن طريق منو؟ من طريق مدراء السجون ومدراء الأقسام. مو مهم عادي، شنو يعني أطفال جاية تم الاعتداء عليهم لدرجة ينقلوهم للمستشفى برعاية مدراء السجون اللي ما حد يحاسبهم على هذا الشيء؟ عادي يعني، أهم شيء أهم شيء الكتل السياسية والأحزاب متدينة وتخاف من الله وتحب الفضيلة، وعندنا دولة كريمة، وأهم شيء نعزل محلات بيع الدببة بعيد الحب اللي راح يجي، لأنه تعرفون هذا الشيء حرام ما يصير، وأهم شيء نحارب اللي يسمعون أغاني ونطعن بالبنات اللي ما يلبسن حجاب لأنه حرام وضد الفضيلة. يعني دولة بشرفكم مثل العراق تطلع بالشارع تلقى بيها بنية ما محجبة، لو واحد يسمع أغاني ما يصير، حرام، هاي كلها حرام. أما الأشياء التافهة البسيطة مثل اغتصاب أطفال بالسجون وبيعهم وشرائهم برعاية عدد من مدراء السجون اللي أكو أحزاب متدينة وخلوقة وفضيلة تحمي ذولا المدراء وتأخذ لهم المناصب، هاي عادي يعني، هاي المشاكل مو مهمة. بالنهاية أهم شيء رب الله جاي يحاربون الويسكي والعيون الساهرة تركض ورا اللي عندهم قوطية كبيرة، واللي يحشي على السيدي زين. هاي المشاكل المهمة. أما الاعتداء على الأطفال فعادي يعني، قابل إقامة الدنيا، إيش صار؟ وهسه أكيد جباكم سؤال، هاي الـ10,000 أو الـ15,000 شلون تدخل للسجن أساساً؟ أو هاي الفلوس منين دا تجي؟ قبل أيام شرطة الاتحادية لزمت بباب مطار بغداد بسجن المطار، لزمت كيلو مخدرات يدخلوها منتسبين في دائرة الإصلاح، كيلو ونبيها غرفة عمل بيها نداء من عمليات بغداد وموجودة وعرضتها عمليات بغداد. ذولا يجيهم تبليغ رسمي بتعيين فلان وفلان، ذولا يأخذون من عنده نسبة شهرية عن طريق المخدرات، عن طريق الموبايل، عن طريق الحلوين، عن طريق البنات، لازم يأخذون من عنده نسبة شهرية توصل النسبة الشهرية من 15,000 إلى 16,000 من مدير القسم. هو الشاب العراقي يلزمه عنده حباية، فشي يسوون؟ شوف بابا خطة ذكية، شي يسوون؟ يشيلوا ذبوب السجن حتى يبيعون المخدرات بداخل السجن. ليش تشتري من برا وخايف الشرطة تركض وراك وعلى ساعة تنحبس؟ تعال حب هنا نحبسك ونبيع لك وعيش حياتك وشوف الحرص على رفاهية الشاب العراقي. ليش تروح للغريب تشتري مخدرات ملوثة مدري مخشوشة وخابطي لك وياها جص؟ تعال هنا أنا أصلي، لأنه عندنا مصاريف مهمة بالسجن لازم نجمع لها فلوس. يقوم مدير سجن الحلة أحمد جاسم السويعي بالتعاون مع مسؤول وحدة الأمانات بأخذ الأمانات النزلاء، وهي مبالغ توضع لهم من قبل أهاليهم لغرض الأغذية والأطعمة والعصائر والفواكه والألبسة الداخلية والمعطرات من الحانوت داخل السجن. يقوم مدير سجن السجن أحمد السويعي بالتصرف بالمبلغ النزلاء وتشغيلها بشركات الصيرفة، بيع الدولار بالقصد، وعلى كل 10 شدات يعني $100,000 أعطاهم فائدة 10%. شوف حبي، أمانات المساجين جاي يسوون به المضاربة بالبورصة، عندك ساعة تروح عطر ينخمط، حتى الملابس الداخلية تصرفون بها عدد من المدراء. إيش الملابس الداخلية اللي تغريكم وتاخذون وتبيعون؟ لبسان من LV نذني لو من فيكتوريا سيكرت، وهنا حتى تعرف هم ليش يعتدون حتى على الأغراض الشخصية للمسجونين. فالجواب لأنه عندهم هواية فعاليات بداخل السجون يراد لها مصاريف. حبي حطوا لهم كم واحد أجلك الله فاسد مثلهم، حرامي واحد ما أريد أذكر اسمه الآن لأن إسماعيل ما أعرف شنو منزل البيج مالته، هذا عبارة عن أجلك الله سوالف لا أخلاقية يجيب للمدراء أو للكذا. ما شاء الله، طبعاً في دائرة الإصلاح، في دائرة الإصلاح ولمدراء الأقسام ومدراء علي من قضايا بيها عهر وغيرها نحكيها. أنا ما أقدر أحكيها، أنا أحكيها إذا تريد حبيبي، أنا أحكيك إياها، أنا أحكيها. شراد لها أخوان، لا حد يفهم غلط، هم مدراء دائرة السجون والإصلاح، فإسماعيل من يجيب لهم يجيبن حتى يصلحوهن، مو لغير شيء ترى. هو هذا الإصلاح بالعراق بالمقلوب،
ومدراء الاصلاح دائما عندهم مشاكل دائما. حيدور يا حبيبي ابو السراي اذا اجى ببالك غير الاصلاح انا ما لي علاقه. انا دا احكي على مديريه الاصلاح والسجون. عقد بالماكينه من ايدك حبيبي حبيبي الله يسلمك. منو هذا اسماعيل اللي دا يجيب هاي السوالف العهر للمسؤولين؟ شنو وظيفته بدوائر الاصلاح؟ طباب خير هذا؟ طباب حدد نوع العهر اللي دا يجيبه لهم، لانه العهر ثلاث انواع: الدعاره والقواده وتصريحات نور المالكي، والاخيره هي اعهر شيء شفته بحياتي بصراحه. ورب سائل من مدراء السجون يسال: عندك رقم اسماعيل حبي؟ سالمين خالي اجمض هيد اقعد. ولا عبالك بس دعاره وبيع مخدرات وشباب بالسجون، لا حبيبي لا، انا اعرف هوايه ناس هسه حاليا معقول. اي والله يجي والله معقول معقول عبالك بس دهاك. إذا السجين ما مرتاح بمكانه وفكر ينتقل من زنزانته لأخرى داخل نفس السجن، لازم يدفع 4,000 دولار. تتذكرون الطابوقة أو الصرصور؟ هاي الهواتف البسيطة سعرها بكل مكان ما يتجاوز 20 دولار، لكن داخل السجون السجين يضطر يشتري هذا التليفون البسيط ب 400 دولار. طبعاً هذا التليفون يوصل عن طريق إدارة السجن نفسها، رغم أنه هذا الشيء ممنوع أصلاً. لما يشتري السجين تليفون أكيد راح يحتاج يخلي بيه رصيد، فيضطر يعبي بطاقة 10 دولار. بس بيش يعبيها؟ لازم يشتريها من داخل السجن نفسه ب200 دولار. كل معتقل أو كل سجين بحاجة إلى توكيل محامي للدفاع عنه، وهذا الشيء من أبسط حقوقه. لكن هذا المحامي بمجرد قراءة ملف هذا السجين ياخذ 1,000 دولار غير قابلة للرد. هنا أنا أشوف الخطة شلون صارت حبيبي. بالمناسبة كل الفيديوهات حملوها اللي يقولوها احنا ما لنا علاقة. شلون صارت؟ أنت شاب لا شغل ولا عمل والحلاق مضايقك. أو لحظة لا دقيقة. تعال خويني تعال سوي لي فيديو خطة حياة الشاب العراقي، من يسوي له مكسورة صغيرة شو يصير بي بعدين وراها. يلا حبيبي المايك إلك فوت. الله، وأخيرا راح أسوي خطة براسة حظ. خطة الشاب العراقي؟ لا، ومسوي له مكسورة هم. خطة الشاب العراقي اللي مسوي له مكسورة صغيرة. آسف بس العمر طويل كلش والله. اسمك وعمرك والتهمة. باوع خويني المشاهد أنت ضابط يا وائل. باوع خويني المحقق، أنت شاب لا شغل ولا عمل وصار لك شهرين ممزين، الطب للحلاق يضرب لك الزل فرونك سايد وتطلع من يم مضايج، وبالصدفة تشوف اللي سوى خطة احتلال أمريكا الفاشلة وتدخل وياه بنقاش، وأنتوا في وسط هذا النقاش الحضاري العقيم تجي الشرطة تعتقلك وتذبك بالسجن. عبالك لهنا وخلصت؟ أكيد لا. يبيعوك يشتروك يعتدون عليك ويطلعوك من الطريق. وخلنا نفترض هنا عزيزي المشاهد أنك طلعت من الطريق بخير وسلامة، راح يبدون يتاجرون وياك بالمخدرات. يجيك حجي حمزة الشمبري يشتري منك مخدرات، فأنت تعيش اللحظة وتقول Say my name. خويني. You're goddamn right. وبالنهاية عزيزي المشاهد وأخيرا راح تفكر تخابر أهلك، بس حتى تقدر تخابرهم لازم تطلع من الطريق بالزايد. ليش تطلع من الطريق بالزايد؟ لأن راح تحتاج 600 دولار، 400 للموبايل و200 للرصيد. تخابر أبوك منه تترزل شوية منه، وثاني يوم تنباع سيارته حتى يوكل محامي ب1,000 دولار لحضرة جنابك. الخلاصة خويني المشاهد، حضرة جنابك راح تنحبس لسبب تافه كلش، لو بايق كلينكس، لو فاطر برمضان، أو معترض على خطة فاشلة. بس المشكلة مو هنا، المشكلة راح يطببوك للسجن إنسان فطير يطلعوك بابلو إسكوبار. السالفة مثل سالفة المستشفيات بالعراق، الطب عندك فلاوزة تطلع عندك سيفلس. والمشكلة الأكبر من ذني كلهن عزيزي المشاهد، هاي السجون اللي كل شي بيها عدل إصلاح، يسموها مؤسسات إصلاحية. بهاي اللحظة بالذات أنا ذكرت مقتدى صدر، ليش ما أدري. شكرا خويني حبيبي، شكرا. بوسات اطمئن. ورا كل هذا اللي صار بيك حاليا كمسجون اكيد راح تتمرض، واذا تمرضت وانت بداخل السجن هذا اللي راح يصير بيك. العلاج اللي يجيبونه كله اكسباير، منتهي التاريخ ماله، منتهي. اكثر يجيبونه علاج مال النساء مال الحوامل مال دوره مال ما شنو، يا ابو جيبوا اسبرين. هاي الناس ماكو، والله يقول ماكو المدخر ماكو. فحقوق الانسان غير متوفره، ادويه ما موجودة بتاتا، وانما يشترون شريط الباراسيتول بكذا سعر 10,000 دينار، شريط حبة ضغط ب 100,000 دينار، كيلو الطماطم ب 5,000، باكيت الجيجار، يعني فد اسعار. نعم، من داخل السجن، سجن الناصرية وسجن البصرة وسجن
التاجي كلها نفس النظام، كلها هناك ناس مستغلين. عندي واحد جاني شايب قبل اسبوع ابنه بجلطة، ابنه بجلطة علاجه ما يقبلون يطببونه له، كيلو مخدرات وكيلو حشيشة وكيلو كريستال عادي يطب، بس علاج مال جلطة ما يطب، ما يطب علاج جلطة. اللي يدفع 100,000 على موت حباية الضغط وصاير يعالج الضغط بس صير عنده جلطة من الفلوس اللي دفعها. حباية الضغط 100,000 ايش راح تعالج الضغط الجوي؟ ايش صاعد عند المسجون ضغط مال حوت؟ حباية الضغط اللي سعرها 100,000 هاي تقدمها ويا المهر هالقد ما غالية، 4 بتوت او قرادة وحبايتين ضغط. هاي الحباية ما يجيبوها من الصيدلية، يجيبوها من الصايغ. واكو حب طبعا، اكو حب ضغط برازيلي وعادي وتلقى ارخص هذا البرازيلي. يجي حباية اللي يجيبها حبيبي يربيها مو يبلعها، عزيزة على قلبها هاي. واذا توازع يلحس منها شوي صعب اب. ورب سأل من المشاهدين يسأل ليش يقبلون يدخلون كيلو حشيش وكريستال بس ما يقبلون يدخلون علاج؟ أجابك حبي، مشروع الإصلاح العراقي نفسه شق طيبتنا. شو تريد السجون الإصلاحية؟ شو اسمه مثلا؟ نادي مال كشافة؟ بس حتى مسجونين فضائيين راح يسووا لك ويكرفون براسه بفلوس. ماكو مسجونين فضائيين، مو لا تقول لي ماكو، مستحيل ماكو مسجونين فضائيين. دهك واللي هم ماكو مسجون فضائيين. آه جيتني. أكو 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 بالألف وألف وخمسمية سجين فضائي. شلون أكو بالألفين سجين فضائي. هسا حبي احسب وياي، عندنا بالدفاع والداخلية فضائيين، وبالحشد فضائيين، وبالدوار فضائيين، ومسجونين فضائيين، ما باقي بس يطلعون عندنا معدومين فضائيين، ويعني هاي عندنا، وشهداء فضائيين. وأكو شهداء فضائيين بالمناسبة، صح تبين فرد لطيفة ودعابة بس لا. أكو شهداء فضائيين فعلاً، وأهلهم يستلمون راتب مال شهيد وهم على الورق شهداء، بس قاعدين بالبيت يضربون باذنجان وطماطة وكليتش عادي ويعيرون ولدهم. أنا بعمركم مستشهد وأخذ راتب، والمشكلة ولدهم ما يقدرون يقولون لهم كذب لأنه صدق على الورق مستشهد وراتب. أنا جعت من القهر، جوعوني ذولا اللي دي يحجون. الأكل بالسجن خو ما تعوفوا بلا فساد، معقولة يعني؟ لا طبعا مو معقولة، أكيد لا. تعالوا وياي لفقرة الفهقان حتى نسولف بموضوع الأكل. أهلا بكم في فقرة الفهقان. ماريانا give me the tea please. بعيد شوي ما yes thank you. أنا قررت إنه بهاي الفقرة دائما راح أبدي أشرب شاي. الأرقام ماريانا the cup was this side, why turn to the other side, I can't do it myself, thank you. الأرقام اللي راح تطلع بهاي الفقرة ضيفوهن الفقرات الفهقان الفاتن، لأن كل اللي مر عليكم موضوع السجون بصفحة والفساد اللي راح أقوله هسا عن السجون بصفحة ثانية. بحسب وثيقة طلعت على قناة الAMB بس انعلست وما حد فتح تحقيق بالموضوع، واحد من السجون واحد بس بفساد بقيمة 3,349,000,000 بس بملف طعام السجناء. راح تقول لي لا عاد ايش قد مخصصين مبلغ لطعام السجناء؟ دهك سجين النزيل الواحد يكلف الدولة 3 وجبات 6,000 دينار، صعدوها ل 9,000، 3,000 دينار الفرد. بالشهر خسارة الدولة من عده بحدود 20 مليار بالشهر الواحد. يعني هاي الخسارة، هاي تقصد الخسارة، هاي مو اللي ينصرفه على السجناء، مو اللي ينصرفه بكم 16 المصروف هنا. انت راح تعترض تقول ايش دعوه 9000 دينار باليوم وجبات اطعام السجناء بينما الجند العراقي المخصص الى اقل بهوايه من هذا المبلغ؟ بس انا ما اريد اسال هذا السؤال، انا اريد اسال غيره. 9000 دينار باليوم يعني اقل شيء السجين يتريق 5 بيضات ب 1000 5 eggs 1000 egg they eat egg they love egg ويتغدى دجاج ام الكيل وين ب 6000 1 chicken 6000 تبقى له 2000 دينار يشتري به 7 يشربه بالليل على كميه الاكل اللي اكله بالنهار. بس اللي دا يصير بالواقع هو التالي. يعني هناك الناس تفكر ما تفكر بهالي تقامات، قامت تفكر بالأكل. يعني الناس قامت تشي من سوء التغذية ما يعني فردنا قام يقع على الإنسان، يعني جف صار عنده جفاف.
شوف الناس يعني متعذبه من ناحيتهم، ما يعني اكل قليل حيل قليل، يعني يعطونا كلاس مال تمن النفر، شو يسوي له هذا؟ ها شو يسوي له؟ هم فقط يجيبون لك اكل حق انه بس ما تموت، بس اكو ناس جسمها ما استحملت هذا الشيء فماتت. كلاس تمن واحد ينحسب على الدوله ب 9000 دينار. هو ممكن الكلاس يكلف 9000 دينار بس بحاله واحده بس، الا اذا جايبين التمن الذهبي بذهب حرفيا. وهنا عزيزي المشاهد انت جاي تفكر تقول اذا كلاس التمن ينحسب هالسعر، لعاد ايش قد اكو فساد بصفقات اكل السجناء. What do you think of this? Good. شوف حبيبي، بحسب مصادر اعلاميه وعلى مسؤوليتهم انا ما لي علاقه، الشركات اللي لازم عقود اطعام السجناء تحصل سنويا 164 مليار دينار عراقي. 164 مليار، يعني اذا نسجن المحكومين بملاهي باذربيجان هم يكلفنا الموضوع اقل. 164 مليار، واحنا اساسا نصرف فوق ال 200 مليار سنويا بشكل رسمي للطعام. بس وجبه الطعام المسجون هو جلاس تمن فقط. جمعوا الارقام، شوفون ايش قد يطلع عن والله ارقام الفساد اللي جمعناها نحن بالحلقات الماضيه. شكرا. وانت طبعا انت هنا كمشاهد وكعزيزي وصديقي وبشيري ومتابع ومواطن وصالح جدا، عبالك يعني بس هذا ملف الفساد بالسجون؟ لا لا حبي غلطان. دهك، هناك اربع نساء في سجن تلكيف في الموصل، اربعه نساء وبتهم كيديه، القاضي افرج عنها وقاضي التحقيق لم يفرج عنها بسبب ان اداره السجن تريد من اهالي النساء المبالغ الطائله حتى يخرجن، على الرغم من وجود انه قرار افراج عن هؤلاء النساء. فق المواجهه تكلف من 2000 دولار الى 3000 دولار. اخي 3000 دولار على مقابله، هاي الا تريد تسوي مقابله ويا واحد ميت وجايين تسوون جلسه تحضير ارواح. وين أصدقائي ذولا اللي يوميا يجون يشوفوني ببلاش؟ ليش يشوفوني ببلاش؟ المسجون أحسن من عندي؟ مرة الأخ اللي يريد يواجهني يجيب وياه 2500 دولار، 500 لكم و2000 إلي. أخلي استعلامات بالباب بعد، ما شاف ببلاش أنا. وأجيب موظف بالاستعلامات، صاحب فضيلة يكون هذا الموظف. هو يستلم الفلوس، أنا ما لي علاقة. ويدير الموضوع بعدالة. 3000 ابنك مو بس تشوفه، لا تهربه لألمانيا بيهن، مو بس بتشوب، لا بيخت 5 ستارز. وسيارات موضوع السجون يفوض بالفلوس على مود الفلوس والفلوس خلاص تفوض هاي. لا أخوي لا، الموضوع أكبر بهواي. هذه النساء يتم مساومتها مساومتهن على شرفهن مقابل أن يشوف أخوها أو زوجها أو ابنها، يعني هيش تقول بالفعل؟ نعم 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 بالفعل يتم مساومتها ويتم كل الأمور يتم مساومتها وأخذها وعلاقات واجيك وتعاليلي وتليفونات وبثلاثة بالليل يخابرها وتردين تشوفين ابنك لو تشوفين رجلك لو تشوفين اخوك تعاليلنا بهذا المكان باكر ساعة بالتسعة بالعشرة تجينا وان شاء الله عقب باكر ترحين تشوفينا. اليوم اجتنا رسالة هسه دا اعرضها من مرة عراقية تقول شيخ صباح انا داخل عندك وداخل عند كل شريف عراقي. احكيها استاذ لو ما اقدر احكيها. لا احكيها. تقول بنتي مسجونه، بنتي مسجونه، بنتي حامل بالسجن. انا هسه راح اعوف لك المجال تصفن شويه وتفشر على اللي شفته بهذا الجزء من هاي الحلقه اللي حاولت هوايه انه اتجاوز بصراحه هذا البارت وافوت بغير مواضيع، بس هذا اللي دا يصير لعشرات الاف المسجونين اللي لحد الان ماكو احصائيه رسميه يمكن الاعتماد عليها. ناس تقول اكو 34 الف مسجون بالعراق، وناس تقول اكو اكثر من 140 الف بالعراق، وتايهه. اللي دا يصير بالسجون هو تجاره بالاطفال، الاحداث، تجاره بالنساء، تجاره بالمخدرات، تجاره بالبشر، تجاره بادويه وطعام المسجونين لبسانهم. كل هذا دا يصير على ناس المفترض هم فايتين للسجن حتى ينصلحون ويرجعون يندمجون بالمجتمع ويعيشون مره لخ. لان وظيفه السجن مثل ما قلنا وراح نكرر من جديد إصلاحية، باعتبار أنه المسجون تحفظوا عليه بمكان اسمه سجن لأن هو مو مؤهل للعيش بنص المجتمع، فيسووا له إعادة تأهيل ويطلع. هذا المفروض. بس اللي دا يصير عكسه تماما. وأنا هنا أنا ما أحكي عن الإرهابيين اللي ثبت بعدالة أنهم هم إرهابيين ومتورطين بالدم، لا، أنا دا أسولف على السجون بشكل عام. فبالنهاية أريد أقول لكم
شكو واحد مسؤول عن هذا الملف؟ لا تصفق انت، بس انا اصفق. الكل واحد مسؤول عن هذا الملف. احب اقول له اصفق لك بالمقلوب، واكو اصبع راح ينشال ويشعل عندكم الجلوب. صباح الخير.